مش مكتوبه لنا تجمعنا مباراه تنس انا وانت في يوم من الايام. انا بص لو بصينا ورا يعني النادي الاهلي هو رانا على طول. صحيح. نخلص هنا نطلع على هناك. انا موافقه والله العظيم، وحضراتكم شاهدين على الاتفاق ده، انا موافقه. ده حضراتكم هتموتوا بالضحك، هتبقى مباراه بس خلي بالك انا بلعب تنس من وانا صغيره. هو ده اللي هيخلي المباراه مضحكه، انا بتكلم عني انا. هم هيشوفوا منك انت مهارات التنس الكلاسيكيه المعروفه. يعني هيشوفوا مننا بقى جو تاني خالص. وعد مننا في 10 الصبح في الاهلي مباراه هتجمعني انا والاستاذ كريم ان شاء الله في ملعب، في الملعب عندنا في النادي، ونشوف كده مين اللي هيكسب. وممكن نقول لحضراتكم كمان قبلها اللي عايز يحضر ويتفرج علينا يجي ويشجع. ده احنا هنبقى فرجه بالمعنى الحرفي. طيب.